بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله بنستكمل دراسة مقرر دراسات في مجال الهندسة الإنشائية Studies in the Field of Structural Engineering. ما زلنا مع شابتر 4 Miscellaneous، موضوعات متنوعة. وطبعا احنا كنا ابتدينا موضوع ولسه ما خلصناش وكده. الموضوع ده بعنوان Reinforcement Detailing، تفاصيل التسليح، اليوم 9 مايو 2020، ودي المحاضرة رقم 6 أو بارت اف في الديتيلينج. ويمكن احنا خلصنا في المرات اللي فاتت، البداية خالص كانت مع اللي هو ما يعرف بالمقص، وبعدين رحنا الفيرست ريبار اللي هو البوزيشن بتاع اول سيخ، والجزء اللي بعديه كان اللي هو الفرش والغطا او المين والسكندري. طبعا النهارده هيبقى جزء جديد اللي هو ايه الهانجرز، او ساعات ممكن نقول يعني ايه، ممكن نقول رينفورسمنت رينفورسمنت ايه هانجر او هانجر رينفورسمنت هانجر رينفورسمنت، واحيان اخرى بنقول ايه، بنقول مثلا هانجر ايه تاي، هانجر تاي، على اساس ان هو هيشيل تنشن، فبالتالي هيبقى اسمه ايه، اسمه تاي. الموضوع ده ممكن يعني نلاحظه في الواقع العملي. لو احنا مثلا عندنا جردر كاميرا رئيسية او اساسية، مين يعني مين بيم، والمين بي بيم هنسميها اي بي، وبعدين هتكون شايلة كاميرات ثانوية من كل ناحية كاميرا، والاتنين بيتقابلوا معاها فين، في المنتصف في الجزء دوت. الكاميرا الثانوية اللي على اليمين هنسميها ايه بي 1 مثلا، والكاميرا التانية اللي على الشمال هنسميها ايه بي 2. دي طبعا بالنسبة لنا سكندري بيم، يعني بيم ثانوي. انما طبعا الكاميرا اي بي او البيم اي بي بنقول عليها ايه، بنقول عليها جردر، جردر او مين بيم اللي هي البيم اي بي. فطبعا بيقابلوا بي واحد وبي اتنين، بيقابلوا الكاميرا اي بي في المنتصف. ممكن طبعا القطاعات يعني حسب بقى الظروف، يعني احد الاحتمالات ان انا الاقي ان الكاميرا الرئيسية قطاعها الدبس بتاعها اكبر من الكاميرات الثانوية. يعني لو الكاميرا الرئيسية، لو احنا زي ما بنرسم كده اللون الازرق ده، ده الدبس، ده الاتش بتاع البي واحد، والناحية التانية دوت الدبس بتاع الايه البي اتنين. لكن طبعا الدبس بتاع الكاميرا بقى الكبيرة اللي هي الجردر هنلاقيه اكبر، اللي هو هيبقى اتش للجردر، للجردر اي بي، للجردر اي بي. القصة ايه بقى، ان الكاميرات اللي هي الثانوية بترتكز على الكاميرا الرئيسية، فهتنقل الحمل ليها وكده. لكن هي الفكرة كلها في ان الحمل بيوصل للكاميرا الرئيسية، بيوصل تحت، يعني بيبقى جاي كده زي كومبريشن، يبقى عند البوتوم بتاع الكاميرا الرئيسية، والناحية التانية نفس القصة وكده. هي دي المشكلة، ان الكاميرا الثانوية بتوصل الحمل بتاعها عند البوتوم بتاع الكاميرا اللي هي ايه الكاميرا اللي هي الرئيسية. فطبعا الحمل دوت زي ما هنعرف بعد شوية هيعوز بقى ايه، حد يرفعه لايه، حد يرفعه لفوق كده، وفي الناحية التانية نفس القصة، شيء يرفع الحمل ده لفوق، يرفعه لفوق بحيث يبقى في الآخر يأثر بقى عند التوب بتاع الكاميرا، يأثر على الكاميرا عند التوب، ما يأثرش عند الايه البوتوم. اللي هيرفع بقى من تحت لفوق ده، ده اللي احنا بنسميه
بنسميه الهانجر رينفورسمنت. يبقى انا محتاج هنا حديد اللي انا بسميه بقى الهانجر رينفورسمنت، ده هو الحديد اللي هيبقى دوره ان هو يرفع الرياكشن. طبعا الكاميرا الثانوية كأن لها سبورت في الناحية الشمال، والسبورت ده هو الكاميرا الرئيسية، فبتبعت لها ايه رياكشن جاي لها من البي واحد، ونفس القصة من الكاميرا التانية. بس الرياكشن دوت بيوصل فين بقى؟ بيوصل تحت عند البوتوم، وبالتالي هي دي المشكلة، ان هو بيوصل هنا والتاني بيوصل في الناحية التانية عند البوتوم. فانا محتاج حد يرفع الحمل ده لفوق، يطلعه فوق عند التوب، وبعد كده بقى هو ايه يكمل المسار بتاعه ويروح بقى في النهاية للتو سبورتس بتوع الكاميرا الرئيسية، اللي هو السبورت A والسبورت B. الكلام ده طبعا هنشوفه، بس يمكن دي مسألة هتقابلنا في الواقع العملي ان شاء الله. طبعا لو رجعنا تاني للمسألة، زي ما قلت عندي كاميرا رئيسية اللي هي الجيردر، وشايلة اتنين ثانوي اللي هما البيم واحد والبيم اتنين، وطبعا التلاتة بيتقابلوا في المنتصف بتاع الايه الكاميرا الرئيسية وكده. يعني الالتقاء ده بقى ممكن ياخد صورة من تلاتة، يعني يمكن احنا رسمنا احد الصور، لكن في الواقع العملي ممكن نلاقي ان الكاميرا اللي هي المين اللي هي الجردر يعني تكون هي الكبيرة، والكاميرتين التانيين يبقوا هما الصغيرين، يبقى في بينهم في فرق لصالح مين؟ لصالح الكاميرا الايه الجردر اللي هي الكاميرا الرئيسية، دبسها اكبر من الكاميرا الثانوية. في احتمال تاني ان هو يبقوا الاتنين قد بعض، ان انا ممكن بسبب التصميم وكده الاقي ان المجموعتين ليهم نفس الايه ليهم نفس الدبس الاوفر اول سيكنس للاتنين ايه ثابت، يعني الاتنين نفس المقاس مقاس ايه واحد. طبعا في ده الاحتمال طبعا ايه وده الاحتمال بي، طبعا ده اللي هو الايه الديفرنس الفرق. طبعا في المساله الثانيه الديفرنس طلع بكام؟ يطلع ايه بزيرو في المساله بي. طبعا في احتمال بقى ايه ثالث، واحتمال ده صعب شويه، ممكن طبعا برضو نلاقيه في الطبيعه، ان انا الاقي ان الكاميرا الثانويه الدبس بتاعها اكبر من الكاميرا الايه الأساسية وكده، فألاقي دي الكاميرا الثانوية والدبس بتاعها أكبر من دبس الكاميرا الرئيسية. هو طبعا غريب شوية، لكن ممكن يعني في احتمال إن يحصل إن السكندري بيم يكون الدبس بتاعها أكبر، ويعني ممكن نلاقي حاجات أخرى في الطبيعة، يعني ممكن مثلا ممكن يبقى عندي كاميرا مثلا سيمبل والاقي الكاميرا في منتصف الكاميرا الدبس مثلا كبير، وعند السبورت الدبس ايه الدبس صغير وكده. طبعا زي ما هو واضح في الحالة بقى ايه، لو سمينا الحالة الأخيرة ديت سميناها الحالة دي وكده، فممكن الاقي في الحالة دي الاقي الدبس متغير، يعني عند الركيزة الدبس صغير، قبل الركيزة بشوية الدبس كبير، فهي نفس الفكرة بتاعت أو قريبة من الفكرة بتاعت الحالة إيه الحالة سي. دي طبعا مسائل ممكن تقابلنا، ويبقى أنا محتاج أرسم الديتيلز بتاعت التسليح عند التقاء بقى الإيه الكاميرا الثانوي مع الكاميرا الرئيسي، يعني في المنطقة اللي هي بتاعت الانترسكشن، في الانترسكشن ما بين الكاميرا الثانوي والكاميرا الرئيسي، بكون محتاج بقى ان انا اعمل ديتيلز للتسليح. وطبعا اصعبهم مين؟ الحالة اللي هي سي والحالة ايه دي، لان طبعا هنا يعني المنطقي والطبيعي ان انا انقل من اللي هو ايه يعني يبقى اللي شايل هو الكبير، زي الحالة ايه زي الحالة رقم ايه، يبقى اللي شايل هو الكبير، او على الاقل يبقوا الاتنين قد بعض. انما ان انا الاقي بقى العكس،
الاقي ان اللي شايل هو الصغير واللي متشال هو الكبير. فدي الغريبة شوية، وطبعا محتاجة بقى ايه الواحد يعني يهتم بيها ويدرس. طبعا الكلام ده كله لو درسنا الاسترات انتاي موديل طبعا هنلاقي الكلام ده بقى هيبقى ليه ايه حل وبسيط وسهل كده ان شاء الله. خلينا بقى ناخد مسائل كده كمدخل للموضوع، يعني نمشي مع الموضوع خطوة خطوة كده لغاية لما نوصل للي احنا عاوزينه لهدفنا وكده. هفترض ان انا عندي مسألتين، مسألة مثلا هسميها المسألة A ومسألة B، وفي المسألة A مثلا هنفترض ان عندي ديب بيم وفي حمل فوق كده قيمته 2 بي. المسألة B هي نفسها بالظبط، بس كل اللي انا هعمله ان انا هاخد الحمل ايه من تحت. يبقى المسألة الأولانية بنقول عليها إيه في التوصيف كده إن هي توب إيه لودد، يعني متحملة من فوق. إنما المسألة التانية طبعا هتبقى إيه بوتوم إيه لودد، متحملة من تحت. طبعا المسألة الأولانية بالنسبة لنا سهلة، يعني أنا يعني عارف إن المسألة طبعا سيمتريك وكده، ف هيبقى عندي هنا رياكشن قيمته بي، وفي الناحية التانية ايضا رياكشن قيمته اي بي، ده ديو تو سيمتري مفيش مشاكل. وانا عندي طبعا الجسم بتاع المسألة كبير، يعني دي عبارة عن دي بي، ما هيش كاميرا عادية، لا ده هي كاميرا عميقة، ف ما ينفعش هنا بقى ارسمها خط، يعني ارسم الكاميرا بقى لاين، ده كلام مش مظبوط. الكاميرا في الحاله ديت لازم تترسم على شكل ايه اريا، لان طبعا الابعاد بتاعتها بتحكم عليا. انا عندي مثلا الارتفاع اللي هو التوتال يعني او الاوفر اول، عندي ده عباره عن اتش، وعندي برضو تحت ايه العرض ممكن يكون مثلا هنسميه ايه ال، وطبعا ممكن للتبسيط اخد ان الاتش بتساوي ايه ال وكده، يعني اساس كأن الاريا مربعة فالطول قد العرض. انما هو بقى اللي صغير هنا مين؟ اللي صغير الايه السيكنس، هو ده اللي صغير، وبالتالي مش باين، اللي باين عندي الاريا وكده. فواضح ان الفورس اللي فوق اللي هي الاتنين بي، الفرص اللي فوق اللي هي الاتنين بي هتدخل الاريا الصفراء، وبعدين تخرج نصها يخرج من الشمال والنص التاني يخرج من اليمين. ده شيء منطقي، مش محتاج يعني ان احنا نفكر فيه كتير وكده. فاللي هيحصل ايه بقى في الطبيعة؟ اللي هيحصل ان القوة اللي هي 2 بي ديت يعني بتنزل تمشي في الجسم كده مسافة صغيرة، مسافة بسيطة كده، هي طبعا كأن واحد داخل من باب، بس هو لسه ما يعرفش يعني القرار بتاعه لسه مش واضح، فبيدخل وبعدين بينزل مسافة كده، وبعدين بيقف عند النود دي او الجوينت دي، وبعدين ياخد قرار. بيبص طبعا يلاقي تحت في مخرجين، مخرج على الشمال ومخرج على ايه اليمين، فكأن الفورس اللي هي 2 بي بتاخد قرار فوق ان هي تتقسم نصين قد بعض، نص يروح يمين ونص يخرج ايه شمال. وبالفعل هلاقي هنا في جزء كده مشي مع اللاين اللي هو المايل شمال ده، وجزء تاني مشي مع اللاين اليمين. وانا طبعا لو سميت الجوينتس ديت مثلا ايه، وسميت ديت بي وسميت ديت سي، فانا لو رحت للجوينت اللي هي عند ايه، الجوينت اللي عند ايه، هلاقي عندي هنا 2 بي، وبعدين بيخرج منها قوتين زي بعض بالظبط، وهنا القوتين دول هيبقوا ايه الاتنين يطلعوا كومبريشن، فانا هسميه ايه سي. والجوينت ديت يعني تحت تأثير اتزان، يعني لو انت خدت سميشن الفورسز في اتجاه اكس هتلاقيه يطلع بصفر، وسميشن الفورسز في اتجاه واي يطلع برضو بصفر، يعني الجوينت متزن في اتجاه اكس ومتزن في اتجاه واي، يعني القوتين اللي هم السي والسي
بيتزنوا مع القوة اللي هي ايه، يعني يبقى عندي قوة سي في اليمين وقوة سي في الشمال، وفي سيمتري والكل بيتزن مع بعضيه افقي ورأسي وكده، ففي اكوليبريم، فخلاص انا مش محتاج حاجة، الامور مستقرة. بس انا هعمل ان ده ايه، الممبر اللي هو اي بي هيبقى فيه قوة كومبريشن، والممبر اللي هو اي سي برضو هيبقى فيه قوة ايه كومبريشن. هنيجي بقى تحت عند النودز اللي هي بي واي وسي. فلو انا رحت للبي، لو انا رحت للجوينت اللي هي او النود بي، هلاقي عند البي في قوة جاية مايلة، خلاص انا سميتها سي، وفي قوة رأسية من تحت. القوة ديت عبارة عن ايه، النص الحمل اللي فوق اللي هو الايه البي. لكن هنا بقى مفيش اتزان، هنا ممكن يبقى في اتزان في الاتجاه الايه الرأسي، ان المركبة بتاعت السي لما تحللها على الزاوية رأسي هتتزن مع مين؟ مع البي، لكن مفيش أفق بيتزن معاه. نفس القصة لو انت رحت عند السي، النود سي او الجوينت سي، هتلاقي في قوة مايلة كومبريشن ايضا، وفي قوة رأسية اللي هي البي الثانية، وطبعا هتلاقيهم في الاتجاه الرأسي في اتزان، لكن في الأفقي مفيش اتزان. فطبعا عشان يحصل اتزان في عند الجوينت اللي هي بي، عند الجوينت بي والجوينت سي، عشان يحصل اتزان فمحتاجين قوة للداخل كده، قوة للداخل، والقوة دي طبعا هتطلع تنشن، وبالتالي ممكن بقى نسميها ايه، نسميها تي. وطبعا الاتنين في نفس المستوى وديو تو سيمتري، الاتنين قد بعض، فممكن هنا يبقى في عندي ممبر واحد افقي كده، الممبر ده هيبقى تاي في شد، وهسمي الشد ده ايه تي. يبقى في الاخر خالص انا رسمت المسار بتاع القوة داخل الايه المسألة، والمسار بسيط جدا، عبارة عن 3 قوة، 2 كومبريشن وواحدة تنشن، وبالتالي كده انا حليت الايه المسألة. طيب فين الحديد؟ الحديد هيبقى هو التنشن، يعني انا عارف ان التنشن بيساوي الايه اس في الاف يلد على جاما ايه على جاما اس. طبعا انا بكون عارف الاف يلد وعارف الجاما اس وعارف كمان التي، ما انا هجيب التي بقى من الجيومتري، عندي النودز وعندي الزوايا وعندي المقاسات وكده، فهجيب الفورس تي من التحليل بتاع القوة، وبالتالي اسويها بالاي اس في الاف يلد، فاقدر في الحالة ديت اطلع مين، اطلع الاي اس، وانا عارف مكان الاي اس اللي هو الفورس اي تي. واحنا قلنا قبل كده لو هنحط حديد، يبقى بنحط الحديد بحيث يبقى متوسطا مع مين، مع الفورس اي تي. يعني لو بتحط سياخ، يبقى السياخ السنتر بتاعها هو الايه، هو الفورس اي تي. يعني مثلا لو هتحط مثلا مجموعتين تو لايرز، يبقى في لاير منهم قبل السي، قبل التي يعني، ولير بعدها، بحيث يبقى الايه السي في التي في النص. يعني لو انا برسم الحديد كده السياخ، والسياخ الثانيه اللي تحتيها الصف الثاني، يبقى مكان الفرصه هو السي جي اللي هو السنتر، اللي هو الخط المتوسط بين اللير اللي فوق واللير اللي تحت، ويبقى الحديد ده كله هو مين، هو الاي اس اللي انا طلعته من شويه من الحال. طيب تعالى بقى نروح للمسألة التانية، المسألة اللي تحت، المسألة اللي تحت الوضع يعني اختلف بقى شوية. يعني لو احنا حتى رسمنا الكاميرا كده كالجيومتري بتاعها، طبعا هي نفس الديب بيم، والديب بيم زي ما قلت بتظهر على انها اريا، ما ينفعش بقى تظهر على انها لاين زي ما كنا بنعمل في البيمز الاوردينري او الشالو العادية، لا هنا الوضع اختلف. فهنا المشكلة ان الفورس موجودة تحت، هو نفس القصة هنا، لو انت حسبت الرياكشنز هيطلع لك برضو رياكشن عند السبورت الشمال قيمته نص اللود، وهيطلع لك برضو واحد عند السبورت اليمين برضو النص. لكن هنا دلوقتي القصة اللود اللي هو الاتنين بي، اللود اللي هو الاتنين بي اللي هو اللي بيأثر هنا بقى تحت عند البوتوم، ازاي هيتنقل يروح نصه يمين ويروح نصه شمال، يعني هيتنقل ازاي، صعب يعني. يعني اللود بطبيعته لما بيجي، يعني بيكون عندي مثلا مسألة مثلا، وعندي مثلا سي مثلا ميديا مثلا زي اي ميديا زي الصويل مثلا، وعندي هنا مثلا هنهشر كده
الجسم يعني دي عبارة عن ميديا كده زي السويل، وانا عندي مثلا عندي لود، واللود ده موجود فوق كده، فاللود ده عشان ينزل ويمشي في الميديا او في الجسم ما بيمشيش افقي، لا ده هو بيمشي ايه ولا رأسي حتى، ده هو بيبدأ ايه ينزل كده، بيحصل له سبريدنج انتشار كده بينتشر، ويبدأ يمشي بميل، يمشي بميله، وإذا أنا سايبه تحت تأثير حريته يعني مفيش عليه قيود أو حاجة بتحكمه، فهو في الغالب بيمشي بحيث يبقى 2 رأسي إلى واحد إيه إلى واحد أفق، يعني بيمشي بزاوية اللي هي ميل اللي هو 2 إلى 1، 2 رأسي إلى واحد أفقي. ده لو هو يعني بيتصرف بقى بطبيعته كده، انما هنا في المساله بتاعتنا الحمل، الحمل افقي سوري راسي عند ايه المنتصف، فمش ينفع يمشي افقي، يمشي كده افقي عشان يوصل للركيزه، ويمشي كده افقي عشان يوصل للركيزه الثانيه، لا ده هو هنا زي ما قلت بقى هيحتاج شيء كده، حد يجي ويسحب اللود ده كده لفوق، يعمل له ايه زي يعني يسحب او يرفع، عاوز اعمل عملية ليفتنج يعني، يعني كأن في هيركب مصعد مثلا ويطلع لفوق واسحب اللود ده، اسحبه الاول خالص لغاية فين، لغاية ما يطلع على عند التوب بتاع الكاميرا، وبعد ما يطلع عند التوب بتاع الكاميرا يبقى في الحالة دي يتصرف زي مين، يتصرف بالظبط زي المسألة، زي المسألة ايه ايه بالظبط، لكن هو بقى مين اللي هيرفع، مين اللي هيرفع او هيقوم بالمهمة ديت اللي احنا بقى بنسميه ايه، بنسميه هانجر، ان انا هنا هبقى محتاج هانجر، وزي ما قلت هو يعني كلمة هانجر من هانج اللي هو يعني حاجة بتعلق يعني بتشيل شيء ترفعه لمكان أعلى، بحيث هو كان عايش في مستوى لا نرفعه لمستوى أعلى، فعشان يطلع من مستوى لمستوى محتاج إيه حد يرفعه، الرفعة ديت اللي هي الـ H اللي هو إيه ارتفاع الإيه ارتفاع الكم. خلينا نشوف إزاي هنرفع اللود ده من تحت لفوق، وبعد ما نرفعه نرجع بقى نكمل معاه زي ما حلينا في المسألة إيه. خلينا يعني ندخل للموضوع كده بمدخل، لو أنا رجعت تاني للمسألة لو تفتكروا من المسألة اللي هي كنا مسميينها المسألة إيه، كان في الآخر خالص بيطلع عندي إن الحل أو يعني الاسترات أن تاي موديل بتاع المسألة اللي هو الاسترات أن تاي موديل، كان عبارة عن 3 ممبرز، 2 كومبريشن مايلين وواحد تنشن افقي، والتنشن الافقي بدايته بي ونهايته ايه ونهايته سي، فطبعا التنشن ده المفروض بقى عند جوينت بي او نود بي يتربط كويس، عشان ده طاي في فورس شاد عالية والخرسانة ما بتحملش الشاد، فطبعا انا محتاج تثبيت عند بي ومحتاج تثبيت عند سي عشان الطاي ده يشتغل، لان طبعا انا بفترض ان الخرسانه اللي تحت في منطقه الايه الشد مش موجوده، يعني الخرسانه هنا في منطقه الشد هيبقى فيها كراكس وكده، وبالتالي الخرسانه كانها ايه مش موجوده، فانا هعتمد على ان انا محتاج في نهايه السيخ ايه ربط كويس بحيث ان الطاي ده يقوم بدوره، والا ينفع يبقى في طاي بدايته ونهايته فري مثلا، لا لازم يكون في تثبيت عند البدايه وتثبيت عند ايه النهايه، فانا جيت رسمت ايه السيخ، والسيخ ده هيبقى فيه قوه تي، وتخيل بقى ان مفيش حاجه هنا خالص، السيخ فري ومشدود، فكان لازم في الاخر خالص اتخيل كده ان انا هجيب ايه بليت والحمه في نهاية السيخ في الاند، يعني ده عبارة عن ستيل بليت، وممكن نقول عليه ايه زي اند ايه
اند بليت كده، يعني ده على اساس تربيط، التربيط على اساس السيخ يكون ايه متربط كويس في البدايه عند ايه البي، وفي النهايه التانيه عند الايه السي. طب ما انت بتقول ان الخرسانه اللي هي موجوده في تحت حوالين الطاي ده كانها مش موجوده، يعني الخرسانه اللي انا هشرتها ديت ملهاش وجود، كان المكان اللي تحت دوت مكان مفيش فيه ايه، مفيش فيه خرسانه. طيب ايه اللي هيخلي السيخ ده او الطاي ده يقوم بدوره ويتحمل؟ فانا بتخيل كده تخيل ان انا هرسم القطاع تاني، هرسم جسم الكاميرا، ارسم جسم الكاميرا، وبعدين هتخيل ان في جوه الكاميرا في فراغ، هتخيل ان في ماسوره كده، وانا بصب عملت ايه ماسوره داخل الايه الكاميرا وكده، فاصبح ان ده عباره عن فراغ. وهتخيل ان انا هجيب سيخ حديد، السيخ الحديد دوت هيعدي من الفراغ كاني جايب حطيت خرطوم كهربا كده جوه الديب بيم، وبعدين بعد ما صبيت والدنيا هدت وكده، فانا قمت منفذ السيخ الحديد من الفراغ، وطبعا عشان اشد السيخ بقوتي، طب ما هيمشي معايا في الاتجاه الافقي، لان طبعا لازم سميشن الفورسز في اتجاه اكس يطلع بزيرو، فلازم حاجه تقاوم. فانا قمت جاي في الناحيه التانيه وقمت لاحم في ايه السيخ ده، لحمت فيه بليت، البليت ده هيبقى في الوضع الرأسي، ملحوم في مين؟ ملحوم في السيخ. يبقى السيخ اللي لونه أزرق ده مشي من داخل الفراغ، الخرسانة هنا اللي هي ما عاد لهاش بقى دور، لأن هي أنا يعني في فراغ، يعني السيخ ما هوش في بينه وبينها بوند، ما عادش في بوند، لأن أنت يعني عملت فراغ، وبالتالي ما فيش علاقة بينهم. اصبحت الخرسانه اللي فوق والخرسانه اللي تحت مالهمش علاقه بالايه بالسيخ، السيخ بيعدي من الفراغ اللي هو على شكل ايه اسطوانه وكده يعني. طيب اول ما اسحب السيخ، والسيخ مربوط فيه ملحوم فيه طبعا في النهايه هنا ملحوم فيه اللي هو البليت وكده يعني، البليت ملحوم في النهايه بتاعت الايه السيخ، في هنا لحام وفي هنا ايه لحام. طبعا انا دلوقتي سايب بينهم ايه، سايب بينهم جاب، والجاب ديت اكبر من الايه من الصفر، فطبعا اول ما اشد هيبدا الجاب يتقفل. مجرد ما الجاب بقى يوصل لصفر ايه اللي هيحصل؟ اول ما الجاب يوصل لزيرو هتلاقي ان البليت بيبدا يحمل على ايه ظهر الخرسانه، والتحميل ده بيقولوا عليه ايه اند بيرنج. يبقى هنا كأني انا لغيت دور الخرسانه خالص، ونقلت الحمل اللي كان تنشن نقلته للخرسانه ايه، نقلته بالعكس بكمبريشن، بس نقلته عن طريق ايه، عن طريق هانجر. ما انا ممكن اعتبر السيخ ده عباره عن ايه، عباره عن هانجر، حاجه كده بتعمل تعليق او بتنقل القوه من مكان لمكان، بس انا نقلت القوه من الناحيه اليمين، نقلت القوه من الناحيه اليمين اللي هي القوه تي، نقلتها من الناحيه اليمين، نقلتها الى اقصى الشمال، بس نقلتها على هيئه ايه، نقلتها على هيئه كومبريشن، زي ما قلت نقلتها على هيئه ايه كومبريشن، بس من خلال ايه بقى، من خلال هانجر، ان انا كان هنا لازم انقل الفورس من ناحيه لناحيه، ان انا عملت جوه الخرسانه، يعني لو انا خدت سيكشن كده جوه الخرسانه سيكشن اكس اكس، هلاقي في فتحه، والفتحه ديت جواها ايه دايره اللي هي قطر الايه قطر السيخ، فيبقى الازرق ده اللي هو الايه الفاي بتاع الايه بتاع البار او الفاي بتاع الهانجر. وكمل العمل هنا هو الايه، هو البليت الاحمر، هو البليت الاحمر اللي هو في الايه في النهايه ده اللي هو الستيل بليت او الاند ايه او الاند بليت. فدي فكره حلوه، ان انا ممكن يبقى عندي في فورس موجوده في مكان وعاوز انقلها لمكان تاني، وهي كانت تنشن في الناحيه اليمين
عاوز احولها الناحية التانية الكومبريشن، فبعمل فتحة في الخرسانة واوصل القوة بهانجر، الهانجر ده يقوم رافعها من مكان لمكان، وكمان مش بيرفعها، لا ده بيحولها في الاخر لايه، يعني ممكن في الاخر كده اعتبرها بقت قوة ايه، بقت قوة ايه سي موجودة في الناحية التانية. وفي الحالة دي بقى اشيل التي خالص، ارميها بعيد، واشتغل مع مين؟ اشتغل مع السي. هنرجع تاني هنا للمسألة بقى رقم ايه، المسألة رقم بي اللي هي كان فيها الحمل الاتنين بي فين، كان تحت، والحمل دوت زي ما قلت كان بيبقى الرياكشن بيروح نص يمين ونص شمال بي، والبي يبقى الحمل اللي هو اتنين بي بيتقسم لبي وبي، لكن هي الفكرة المسار بقى داخل الجسم نفسه، يعني انت دلوقتي بتتكلم على الرياكشن والحمل الخارجي، وكأنك بتقول ان سمشن الفورسز في اتجاه واي بيساوي صفر، فطلع فعلا ان الحمل اللي هو 2 بي هيروح نص يمين ونص شمال، ففي اكوليبريم في اتجاه واي، خلاص مفيش مشكلة. لكن الحمل بقى هيمشي ازاي جوه الميديا بنفسيها بقى، جوه الكاميرا، انت عندك جسم هو اريا اللي هي بتاعت الدب بيب، الاريا ديت انا عاوز يعني الحمل يدخل جواها من باب مثلا، وبعدين يفضل ماشي جواها، وبعدين يخرج من بابين بقى، لان هو طبعا عنده في الاخر تحت في باب هو يمين، وعنده باب ايه، باب شمال او مخرج يمين ومخرج شمال، لكن الحمل ده مش هينفع بقى يروح للمخارج افقي، ما ينفعش يقوم ماشي كده رايح لده افقي ويمشي لده كده افقي، لا الكلام ده ما بيحصلش. احنا قلنا من شوية الحمل لو عندي حمل 2 بي فهو هيمشي كده، يحصل له سبريدنج بالشكل ده، ولو عنده حرية هيبقى 2 لايه، لواحد، 2 لواحد. وطبعا اللود ده لما بيجي يحصل له انتشار وكده، لو هو حر هيمشي 2 لواحد، طيب اخره فين بقى؟ يعني هل ممكن الزاوية ديت يعني الميل كده يتغير مثلا؟ ممكن يتغير، بس هو له حدود برضو، يعني اخره هيبقى واحد لايه، واحد لاتنين. كأن الحمل لما بيجي ينتشر، لما بيجي ينتشر داخل ميديا معينة او داخل جسم معين، بيبقى اذا هو عنده حرية بيختار 2 لواحد، 2 رأسي لواحد افقي، اخره انه هو يبقى 1 رأسي لاتنين افقي. طيب بعد كده لو الزاوية هتصغر عن الواحد لاتنين، لا هيتصرف تصرف تاني، ده نبقى ايه، نبقى نشوفه كده يعني. لكن القصد اللي انا عاوز اوصل له ان الحمل دايما بيحصل له انتشار، ما فيش حاجة اسمها حمل رأسي يقوم ماشي أفقي وبعدين يروح في مخرج رأسي، لا الكلام ده ايه، مش هينفع. طب اعمل ايه، احل المشكلة دي ازاي؟ هنحلها بقى بنفس المنطق اللي احنا قلنا عليه من شوية، ان انا هاجي اربط في السيخ هنا ايه، هربط في الحمل اللي هو الاتنين بي ده، هربط فيه سيخ حديد، هربط فيه سيخ حديد، والسيخ الحديد ده انا عامل له فتحه جوه الجسم، عامل له مجرى جوه الكاميرا كده وانا بصب الكاميرا، فطلعت انا السيخ اهوت، عديته من الفراغ اللي هو اسطواني اللي داخل الكاميرا، وبعدين هاجي فوق خالص كده اقوم، عشان طبعا انا لو سبته على هذا الوضع كده من فوق، طب ما هو هيمشي ويبقى سمشن الفورسز في اتجاه واي لا يساوي صفر، وبعدين هيبقى في حركه، يبقى ما هوش ستيبل. ففي الحاله دي عشان يبقى ستيبل، انا بس عشان ابسط الامور هاجي ايه، اعمل له هنا ايه، بليت، الحم فيه بليت، ويبقى بينه وبين الطب بتاع الكاميرا، بينه وبين الطب بتاع الكاميرا في جاب، الجاب دي المفروض بزيرو، لكن يعني المفروض ان هي تساوي زيرو، لكن انا على اساس التوضيح بس انا رفعتها فوق شويه، وده طبعا عباره عن ايه، ستيل ايه، ستيل بليت، انا حطيت فوق ستيل بليت وكده. فطبعا اول ما اسحب بقى السيخ لتحت بالفورس اللي هي 2 بي، هيقوم يقفل الجاب، وبعد ما يقفل الجاب يقوم يضغط على الكاميرا بستريس كده، الاستريس ده اللي احنا بنقول عليه بقى ايه، اند بيرنج، يعني تحميل عند الاند، تحميل عند الاند. طبعا انت لو جمعت بقى الفورسز اللي هي الخضرة دي او الاستريس، طبعا انت عندك الكاميرا بقى لها عرض وكده، ف
فلو ضربت الاستريس في الاريا هيطلع هو نفس الفورس اللي هي مين، اللي هي 2 بي، وتبقى مكانها فين؟ ويبقى مكانها فوق عند الايه التوب، عند التوب. بس طبعا انا يعني هستبدل بقى القصه اللي فوق دي كلها، هستبدلها بان انا رفعت القوه 2 بي اللي تحت اللي كانت شد، رفعتها فوق الى قوه ايه 2 بي، بس تبقى ايه تبقى ضغط، تبقى 2 بي كانها ايه ضغط. يبقى كل اللي انا عملته في المساله دهيت، يعني كل اللي فات ده هو عباره عن تخيل، يعني برضو عشان يعني ايه ما نسرحش بعيد وكده. طبعا سيكشن اكس اكس، لو انت اخدت سيكشن اكس اكس هتلاقي انت سايب فراغ في الجسم بتاع الكاميرا، وبعدين حطيت جوه الفراغ ده سيخ حديد اللي هو الهنجر اللي قطره ايه فاي وكده، وبعدين شديته من تحت بقوه فعشان ينقل القوه فوق حطيت بليت، فانت رفعت القوه، عملت للقوه ليفتنج من تحت من اسفل لاعلى باستخدام الهنجر. يبقى المساله ديت دلوقتي بقى رجعت للمساله الاولانيه خالص لو تفتكروا، يبقى انا كاني دلوقتي هرسم المساله بي مره اخرى، ولكن في الوضع بقى الايه المعدل. القوه بقى اللي كانت تحت دي هعملها بقى منقطه. ليه منقطه؟ لان هي خلاص ما عادتش موجوده هنا، وهاجي بقى احط مكانها ايه بقى، احط مكانها هنا طاي، فانا هرسم الطاي هنا بلون احمر. يبقى ده عباره عن ايه فورس اسمها تي 1. تي 1 اخذت الحمل اللي هو 2 بي ورفعته لايه لفوق، يعني ممكن اقول كده ان تي 1 تساوي ايه 2 البي. طيب تساوي كام بقى؟ تساوي ايه اس 1 في الاف يلد على جاما ايه اس، فاطلع من هنا مين ايه اس 1. يبقى كده اقدر اعرف الفورس الحديد اللي هيشيل الطاي تي 1. الحديد ده بقى بعد كده تعمله، ممكن تعمله كان ما فيش مشكله، يعني ممكن بعد شويه اعمل كان مقفوله وتقوم هي بالدور وتشيل مين الفورس تي 1، ويبقى المساحه بتاع الفرعين هم الايه هم الايه اس 1. فانا طبعا رفعت الفورس اللي هي 2 بي، هرفعها الى اعلى واحطها هنا كده، وتبقى الفورس في الحاله ديت ايه 2 بي كانها فورس كومبريشن، وهيقوم بقى تدي رياكشن على الشمال هو بي، ورياكشن على اليمين هو بي، وبعدين تتصرف بقى الازرق ده بقى يبدا يتصرف زي مين الاحمال الزرقاء دي، تفضل تتصرف بقى كما لو كانت هي المساله رقم ايه المساله الاولانيه خالص. وبالتالي هيبقى عندي هنا بقى ايه كومبريشن، عندي كومبريشن كده دياجونال يمين، وعندي دياجونال تاني شمال، وبعدين الاثنين تحت عشان يتزنوا هيحتاجوا ايه تنشن. يبقى انا عندي تنشن بقى افقي اسمه تي، وعندي كومبريشن مايل اسمه سي، وكومبريشن مايل اسمه سي. يبقى المساله ديت اللي هي المساله بي، يبقى المساله بي كده اقدر اقول ان المساله بي بتساوي المساله ايه زائد ايه 1 هانجر زائد 1 هانجر اللي هو اللي هو مين اللي هو التي 1 اللي هو سيخ حديد او كان ترفع الفورس من تحت الاعلى. لكن بقيه المساله هي المساله ايه بالظبط؟ المساله ايه كانت عباره عن قوه دياجونال سي وقوه دياجونال سي وتنشن افقي تي، اللي زاد بقى عليهم مين؟ اللي زاد عليهم الايه الهنجر. فدي فكره كويسه ان انا ممكن من هنا ورايح اما يبقى عندي اي قوه يعني خارجه من الجسم، خارجه من الجسم زي القوه اللي تحت ديت اللي هي 2 بي، القوه اللي تحت دي 2 بي خارجه من الجسم، اقوم اعمل ايه اجيب هانجر واقوم رافعها الناحيه الثانيه تبقى داخله على الايه على الجسم، يبقى اللي فوق دي داخله على الجسم. انا بعرف اتعامل مع اللي داخله على الجسم، لكن ما بعرفش اتعامل مع اللي خارجه من الجسم، فخلاص هحولها تبقى داخله عن طريق ان انا اعمل لها هانجر يرفعها او يوديها الايه الناحيه الثانيه. هاخد مسألة تانية، هي زي المسألة اللي فاتت بس بدل ما كان فيها حمل في المنتصف فوق بقى فيها حملين، والأحمال هنا ممكن تبقى على إيه يعني على التلت، يعني تلت المسافة، يعني دي ال على ال على كام؟ ال على 3. طبعا الارتفاع زي ما قلنا هيبقى إيه هيبقى اتش، وعادي
ممكن عشان تاخد المسألة بسيطة، فممكن تاخد ال H وال L قد بعض وكده للتسهيل يعني، لكن لو عايز تغير غير مفيش مشكلة. نفس المسألة غيرناها، طبعا الحمل بقى كان ايه، عندي بي في الشمال وبي في اليمين، وطبعا الرياكشنز هتبقى بي شمال وايه وبي يمين. نفس المسألة تحت، بس كل اللي انا غيرته ان بدل ما كان الحمل عند التوب، طبعا هنا بقى عند الايه، عند البوتوم، فدي بقول عليها بوتوم لودد، متحملة عند الايه، عند البوتوم. لكن التانية هتبقى ايه، توب ايه، توب توب لودد وكده يعني. المسألة الأولانية هتبقى متحملة عند الايه، متحملة عند الايه، التوب وكده يعني. ايه الفرق؟ الاستراتا ان تايم موديل فوق يعني، هو هيبقى يعني قريب يعني، او سهل مش صعب يعني. تعالى نرسم كده الاستراتا ان تايم موديل فوق، هلاقي طبعا هيبقى فيه هنا الحمل ده هينزل مسافة صغيرة كده، وبعدين يبدأ بقى ياخد القرار، وهنا برضو الرياكشن كأن في حد داخل من فوق وحد داخل من تحت، وبعدين او مدخل ومخرج، واحد بيدخل من فوق وبيخرج من تحت. فطبعا واضح من التماثل ان كل ناحية الحمل اليمين هيدخل يخرج يمين، والشمال هيخرج شمال. فطبعا هنا عشان يحصل اتزان هلاقي فوق محتاج كومبريشن ازرق، وعشان يحصل اتزان تحت هلاقي محتاج تنشن ايه، احمر. يبقى ده عبارة عن التي، والازرق ده كله عبارة عن ايه، عبارة عن كومبريشن. سمي بقى واحد منهم سي اللي فوق، وسمي الدياجونال ده سي واحد، والدياجونال ده سي واحد وكده. طبعا هنا مفيش مشكلة، الموضوع بسيط جدا. طبعا انت برضو ممكن تبص للمسألة دي يعني، لو قطعت مثلا، لو تخيلت انك هتيجي تقطع كده مثلا، في تقطع الكاميرا في النص هنا مثلا كده، تاخد قطاع هنا، هتلاقي القطاع ده بيقابله فوق قوة اي سي يعني. لو قطعنا هلاقي فوق عندي كان في قوة نازلة كده، اللي هي ايه، اللي هي القوة بي، وبعدين قوة تانية اللي هي السي وان، ومعاهم قوة افقية اللي هي الايه، السي. ولو نزلت تحت هتلاقي عند الجوينت اللي تحت في هنا ايه، قوة تي، وقوة اللي هي البي، والقوة نفس القوة الايه، المايلة. الاتنين المايلين دول اللي هو ايه، السي وان، الاتنين دول حاجة واحدة. لكن لما بتقطع بتلاقي ايه، بتلاقي في تحت قوة قوة تي، وقبلها فوق قوة سي، وبينهم المفروض بينهم ذراع عزم، المفروض بينهم ايه، ذراع عزم. ذراع العزم دوت اللي هو يعني لو ضربت بقى احدى القوتين في ذراع العزم يطلع لك مومنت داخلي، مومنت داخلي اللي هو يعني، لو قلنا ده الواي سي تي، فالسي في الواي سي تي هتساوي التي في الواي سي تي، هيساوي المومنت. طبعا المومنت هنا اللي هو المومنت بقى العادي، انك لو وقفت عند مثلا في النص واخدت العزوم للقوة الخارجية والرياكشنز، هيطلع لك مومنت داخلي ومومنت خارجي، والاتنين ايه، هيطلعوا سوا بعض. فدي بس يعني حاجة كده ايه، بتفكرنا باللي احنا كنا بنعمله زمان وكده. هنا بقى تحت المسألة بي، بقى المسألة بي مشكلتها ان الحمل بتاعها عند البوتوم، فما ينفعش زي ما قلنا الحمل الرأسي يمشي افقي عشان يروح للركيز، لا ده هو لازم يدخل جوه الجسم زي ما قلنا، لازم يدخل جوه الميديا نفسها، جوه الاريا بتاعت الايه، الدب بيم وكده، وبعد ما يدخل يخرج من الناحية التانية. فطبعا هنا المشكلة ان المدخل والمخرج تحت على نفس الايه، على نفس الخط الايه الافقي يعني، المدخل والمخرج هنا على نفس الايه، على نفس الخط، فما ينفعش. فالحل بقى زي ما قلنا في المرة اللي فاتت، يبقى لازم الاول اجيب هانجر وارفع القوة اللي على الشمال دي لفوق، واجيب هانجر تاني وارفع القوة اللي على اليمين لفوق، ويبقى انا دلوقتي حولت القوة دي لقوة بتضغط من فوق اللي هي هتبقى اسمها بي، والقوة التانية اسمها بي. وبعدين ارجع بقى احل المسألة، هلاقيها هي نفس المسألة اللي فاتت، فهتلاقي هنا كومبريشن، وبعدين هيجي هنا كومبريشن مايل، وبعدين هنا ايضا كومبريشن ايضا مايل، وبعدين عشان يحصل اتزان تحت محتاج ايه، تنشن. التنشن ده هيبقى اسمه تي،
والكمبريشن اللي فوق ده سي وده سي سي 1 وده سي 1. كل اللي زاد بقى هنا ان انا بقى عندي فيه تنشن بقى رأسي جديد اللي هو اتنين هانجر، واحد يمين واحد شمال، والاتنين طبعا زي بعض، يبقى ده تي واحد وده تي واحد. يبقى هلاقي هنا برضو ان المسألة رقم بي بتساوي المسألة رقم ايه زائد بقى كام هانجر، زائد تو ايه تو هانجرز. هنا احتاجت تو هانجرز، يبقى المسألة دي هتتسلح زي المسألة اللي فاتت بالظبط. الحديد السفلي هو الحديد السفلي، لكن كل اللي هيحصل ان هيبقى في تو هانجرز اللي هم تي 1 وتي 1 عشان يرفعوا من الايه الفورسز من البوتوم للتوب وكده. يعني خلينا ناخد بقى يعني ايه مسائل بسيطة شوية. يمكن المسائل اللي فاتت دي بس كانت بتعلمني ان انا دايما الحمل اللي بيبقى خارج من الجسم او بمعنى تاني اللي عند البطن لازم الاول اعمل له ليفت، ارفعه للطب من خلال هانجر، وهو تحت بيبقى خارج بيبقى فوق داخل وكده. هناخد مثلا كاميرا بقى، الكاميرات البيمز العادية، البيمز العادية يعني احنا بنقول عليها شالو، يعني الدبس بتاعها صغير. يعني ايه اذا انا قارنته بقى بالايه بالديب بيم، اذا انا هنا عندي ده السبان ال، فبتلاقي طبعا عندي الكروس سيكشن في الناحية التانية بيبقى عرض الكاميرا هنا ايه بي بي و اتش، او ساعات بنسميها ايه تي وكده. فالنوع ده من الكاميرات بيبقى الاتش بتاعه الاتش بتاعه ايه صغير شوية، فبنعتبرها بقى ايه ضحلة يعني شالو، او بنقول عليها اوردينري عادية، مش ديب يعني مش عميقة. وساعات بنقول عليها برضو ايه بنقول عليها سلندر يعني نحيفة يعني، او اللي هي الريشيو بقى هنا بتبقى ريشيو قليلة وكده. يعني اللي هي اما تيجي يعني تشوف العلاقة بين الاتش مع ال، فغير الديب بي ممكن الاتنين يبقوا قد بعض زي ما اخدنا في المسألة اللي فاتت، كنا واخدين الاتش بتساوي ايه ال وكده. والنوع ده طبعا من البيمز لو تفتكروا كنا بقى ما بنيجي نحل كنا بنبسطه بقى وبنعتبره ايه لاين بنعتبره لاين، واللاين ده اللي هو طبعا ايه اللي هو السنتر لاين. الكاميرا هنا بنقول عليها لاين ايه لاين اوبجكت، يعني هي عبارة عن شيء يمكن تمثيله في الطبيعة بلاين. واللاين زي ما قلت اللي هو بيبقى ايه السنتر لاين بتاع الكاميرا، وطبعا بشيل العمود واحط مكانه هنج او رولر والعمود الثاني وكده وخلاص. واحنا خلاص متفقين على كده من زمان وما اعترضناش وماشيين بقالنا سنين بنفس المنطق. وهنا الحمل دابيو كيلو نيوتن على المتر. طبعا انا لو اخدت بقى سيكشن في الكاميرا اللي قدامي ديت سيكشن مثلا اكس، فهلاقي الكاميرا ديت البلاطة بتاعتها فين؟ فوق. البلاطة فوق، فبالتالي الحمل بتاع البلاطة والحمل بتاع البلاطة بيروح للكاميرا فين؟ بيروح لها فوق، وبالتالي التحميل يبقى عليها منين؟ من فوق وكده. نفس الكاميرا ممكن نلاقيها في الواقع العملي، يعني ممكن نلاقي نفس الكاميرا ديت بس الحمل منين؟ الحمل من تحت. نفس الكاميرا بنفس المقاس بنفس السكشن، مفيش حاجة اتغيرت خالص، اكتر من ان انا لو جيت ارسم السكشن اكس اكس هلاقي ان البلاطة فين؟ البلاطة تحت. زي مثلا لو عندي حمام وبسقط مثلا، او عندي مثلا فرق مناسيب بين ده وبين ده، فانما طبعا في التانية كان المنسوب الطب بتاع الكاميرا هو منسوب الايه الطب بتاع البلاطة، لا هنا الطب بتاع الكاميرا غير الطب بتاع البلاطة، فالبلاطة بقت تحت. فهنا طبعا الحمل بتاع حمل البلاطة حمل البلاطة هيروح لمين؟ هيروح للكاميرا عند البوتوم. فهنا هلاقي بقى الحمل كده، هلاقي الحمل فين؟ الحمل تحت عند الايه البوتوم. فيبقى الكاميرا ديت تقول عليها ايه بوتوم
لودد، بوتوم لودد. انما اللي فاتت طبعا الاولانيه دي هنقول عليها ايه؟ هنقول عليها توب لودد، يعني متحمله عند الايه؟ عند الايه؟ التوب وكده. طبعا لو انت بترسم اسقاط وكده هيبان بقى البلاطه مره تحت ومره ايه؟ فوق. فهي الفكره بقى دلوقتي مش في الرسم، الفكره ازاي هنحل المسالتين دول وايه الفرق في الحل وكده. يعني هل الحل واحد؟ هل الحديد واحد؟ هل محتاج هانجرز في واحده منهم وكده؟ اكيد طبقا للي احنا شفناه من شويه هنحتاج في واحده منهم هانجرز. وممكن طبعا نسمي المساله الاولانيه ديت ايه، والمساله الثانيه نسميها ايه؟ بي. خلينا نبص تاني على المسالتين، المساله ايه والمساله بي. وطبعا الاثنين عليهم حمل موزع دبليو كيلو نيوتن على المتر. طبعا يبقى الرياكشن في هنا اللي هو الار هي عباره عن دبليو في ال على 2، وهنا نفس القصه ار بتساوي برضو دبليو في ال على 2. لو رحنا المساله الثانيه اللي تحت هو نفس، مفيش فرق برضو، هيبقى الحمل اهوت، بس هي الفرق الوحيد ان ده توب وده بوتوم. هيبقى هنا برضو الار ما اتغيرش اللي هو دبليو في ال على 2 في الناحيتين. اتزان طبعا، سميشن الفورسز في اتجاه واي بتساوي صفر، دي حاجات ثابته مش هتتغير. يعني المساله الاولانيه هنلاقي المومنت هيبقى بزيرو في الاول وبوزيتيف، واكبر قيمه في النص، واكبر قيمه للمومنت اللي هو الام ماكسيمم هلاقيها في النص دبليو في ال تربيع على ايه؟ على 8. والمومنت بوزيتيف يعني الحديد بتاع الكاميرا، لو انا برسم بقى الحديد وكده سايب اللون الازرق هيطلع الحديد الاساسي اللي هو الاي اس هيبقى تحت. وطبعا والاي اس داش هيبقى فين؟ هيبقى ايه؟ فوق. يعني لو رسمناه بخط منقط يبقى دوت الاي اس داش ده. كل ده شيء طبيعي يعني تعودين عليه، مفيش جديد وكده. لو انا رحت بقى ارسم بقى القطاع فهلاقي فيه كانات بتاعت الشير. طبعا احنا ما رسمناش الشير هنا، ممكن انت بقى ترسم الشير. الشير بسيط، يبقى مثلثين بزيرو في المنتصف، والقيمه الكبيره بتاعت الشير عند السبورت هتبقى هي ايه؟ الرياكشنز، وبتوصل لزيرو في المنتصف. يعني مش صعب، يعني ممكن نرسم احنا الشير بالشكل ده. يبقى ده الشير، وطبعا في النص بايه؟ الزيرو شير في النص، ويبقى عند الزيرو شير في ماكسيمم مومنت. لو انا رسمت الحديد هلاقي مثلا ثلاث سياخ تحت، ده الاي اس، وهلاقي مثلا الحديد الثاني فوق مثلا ده الاي اس داش، وهلاقي عندي الكنات دي بتاعه الشير وكده. وزي ما تطلع ده طبقا للديزاين وكده. انا يعني ما فيش جديد يعني، ودي الكنات اهوت، انا برص الكنات فما عنديش اي حاجه غريبه، كل ده انا متعود عليه وكده. يعني نيجي بقى للمساله الثانيه اللي هي حصل فيها تعديل في مكان اللود اصبح عند البوتوم مش عند التوب. فنفس القصه، لو انا جيت ارسم الديجرام بتاع الشير هلاقي الديجرام بتاع الشير ما بيتغيرش، هو يعني مفيش حاجه هتتغير يعني كمومنت وكشير. ده الزيرو شير في المنتصف، وماكسيمم شير اللي هو الكيو بتساوي الرياكشن، ده بيفقل على 2. ولو رسمت الديجرام بتاع المومنت هلاقيه برضو بارابوليك، وزيرو عند البدايه والنهايه، وماكسيمم عند الزيرو شير في النص، وهلاقي المومنت الماكسيمم برضو الام ماكسيمم بيساوي دبليو في ال تربيع على ايه؟ على 8. فيش اي تغيير. طيب الحديد فين؟ لو جينا نرسم برضو الحديد هلاقي الحديد السفلي برضو في مكانه. يعني مفيش، مش معنى ان اللود غير مكانه ان لا، هي سيمبل بيم، وبالتالي يبقى دوت الاي اس. طب فين الاي اس داش؟ برضو الاي اس داش هيبقى ايه؟ فوق. برضو مفيش اي تغيير خالص، كل التغيير ان القطاع الفلانجة بقت تحت. يعني انا لو برسم القطاع بتاع الكاميرا هلاقي القطاع بياخد الشكل دوت. كل التغيير
ان الفلانج ديت اللي هي البلاطه يعني طبعا من اليمين ومن الشمال بقت تحت، انما هنا السلاب اللي هي الفلانج طبعا من فوق يمين وايه وشمال. نفس القصه انا لو برسم هنا الكنات بتاعت الشير بقى بتاعت الشير هلاقي نفس الكلام، وطبعا برضو القفل بيبقى في منطقه الكومبريشن مفيش اختلاف، ولو حطيت الحديد هلاقي برضو ايه يعني عندي حديد تحت وحديد فوق، وبعدين في حديد طبعا فوق اللي هو بتاع الايه الكومبريشن. طبعا هنا وانت بتصمم القطاع بتاع المومنت هو بيفرق بقى ان القطاع الاولاني اللي في الحاله ايه اللي هو على الشمال هتلاقي في الحاله ايه القطاع عليه بوزيتيف مومنت، فيبقى منطقه الكومبريشن فوق فبنهشر منطقة الكومبريشن، وتحت الـ AS فيبقى القطاع ده يتصمم كأنه ايه تي ايه تي سيكشن. لكن القطاع التاني هيبقى الوضع مختلف شوية، المومنت برضو بيعمل كومبريشن فوق كومبريشن فوق. خلينا نرسم بدون منطقة الشد، المومنت هيعمل كومبريشن كومبريشن فوق، وده النيوترال اكسس وده المومنت بنعمله سهمين، وده النيوترال اكسس، ويبقى تحت انا بلغي الخرسانه تحت خالص بعتبرها مش موجوده ما بتقومش الشد. يبقى القطاع اللي هو الكاميرا بقى اللي هي دي الكاميرا دي بنسميها ايه برضو عشان نبقى عارفين بنقول عليها انفيرتد. انفيرتد يعني ايه مقلوبه، مقلوبه يعني البلاطه تحت والكاميرا فوق، لان احنا متعودين على النوع اللي هو بنسميه ايه بنسميه الكاميرات الساقطة اللي هي ايه الدروبد، الكاميرا اللي هي ايه الدروبد اللي هي الساقطة. ده الطبيعي ان يبقى الكاميرا ساقطة تحت والبلاطة فوق، يعني هي انفيرتد ودروبد بالنسبة للبلاطة، يعني البلاطة هي هي الريفرنس. اذا الكاميرا فوق البلاطة زي الحالة اللي هي الحالة الثانية اللي تحت، اذا الكاميرا فوق البلاطة يبقى مقلوبة، اذا الكاميرا زي الحالة الاولانية تحت البلاطة يبقى ايه يبقى ساقطة وكده. ف لغاية دلوقتي مفيش اي فرق، غير يعني لو يعني الواحد بقى ايه يعني مركز يقول ان القطاع ده بيتصمم على انه تي سيكشن، والقطاع ده هيتصمم على انه ريكتانجولر سيكشن. وطبعا ممكن برضو تفكروا هل في فروقات تانية وكده احنا نسيينها او محتاجة يعني نفكر، يعني نفكر. لكن هو بقى في جزء بقى اللي احنا فعلا يعني ايه عديناه وكده، الجزء ده هنشوفه حالا. يعني قبل ما نقول الجزء اللي ناقص يعني هنفكركم باللي احنا قلناه في الاول. يعني انا دي كاميرا عادية بقى، والحمل ايه والحمل هيعتبر فوق كده سي برضو 2 بي، وطبعا هيبقى هنا رياكشن بي وهنا رياكشن تاني ايه بي وكده. لكن هنا بقى اللي حصل زي ما قلنا في النوع ده من المسائل الابعاد بقى ايه، ده طبعا اللي هو البي، وده اللي هو يعني قلنا يا اما هنسميه التي او هنسميه ايه الاتش بقى على حسب، يعني يعني ممكن يختلف بقى بس مش فارقة، يعني سميه تسميه تي تسميه اتش مش فارقة وكده يعني. لكن هو صغير بالمقارنة بمين؟ بالمقارنة بالايه بالال بالاسبان وكده، فالكاميرات دي هتبقى من النوع العادي وكده. فلو احنا بقى مشينا بنفس المنطق بتاع زمان ان القوة اللي هي المايلة دي طبعا زي ما قلت بتنزل شوية، وهنا طبعا بتطلع سنة كده وهنا بيطلع سنة، ففي الحالة ديت هيبقى في كومبريشن كده وفي كومبريشن كده، وبعدين محتاج اربط بينهم بايه بقوة افقية اللي هي ايه اللي هي تنشن، يبقى عندي اتنين مايلين كومبريشن وواحد ايه ده سي وده سي، وعندي واحدة رأس افقية تحت اللي هو التنشن اللي هو الطاي.
اللي هو الحديد يعني، والحديد طبعا لازم يطلع ايه، يطلع تحت وكده يعني. طيب لو اللود بقى كان تحت، لو اللود بقى كان تحت هنا 2 بي، فبنفس بقى اللي قلناه قبل شوية، ما ينفعش اللود ده يمشي افقي كده عشان يروح للركيزة، والركيزة لا ما ينفعش يمشي من بره، لازم يدخل ويشرف ويقعد شوية ويدخل جوه الجسم وبعدين يخرج. فعشان كده لازم الاول ارفعه بايه، ارفعه بطاي فيطلع فوق، يبقى هنا يبقى بقى فوق 2 بي، وده خلاص اشيله بقى. بس هنا كل اللي زاد عندي ان بقى في ايه، هانجر رفع الفورس لفوق، وبعد كده ده يخرج كده وده يخرج كده، والاتنين طبعا عشان يبقى في اتزان محتاجين تنشن. يبقى هو كل اللي زاد عندي هو المنبر الايه الداخلي ده، اللي هو هنسميه ايه تي 1، تي 1 بالاضافه الى التي الافقي والسي المايل وكده. فده لازم يتحقق برضه في المساله اللي فيها الاحمال تحت. وبس في ملحوظه انا قلتها في الاول لازم نخلي بالنا منها، لو عندي ميديا كده وعندي حمل هنا، والحمل ده عاوز ينتشر، فمش ما بيمشيش راسي ولا بيمشي افقي، لا هو بينتشر باتنين لواحد، اتنين لواحد لو هو عنده حريه، ما فيش عليه قيود، ما فيش ركيزة، ما فيش مخرج محدد، الدنيا واسعة، الدنيا مفتوحة بالنسبة له، الميديا كبيرة. طيب افرض فيه ركيزة، والركيزة دي بعد مسافة ما، فهو طول ما الركيزة قريبة ما عندوش مانع يمشي كده، بس بحيث ما يتعداش النسبة اللي هي كام، اللي هي واحد ايه، اللي هي واحد لاتنين. طيب افرض انا في مسألة الركيزة بعيدة شوية، الركيزة كانت بعيدة وأنا مضطر عشان أوصل للمخرج هنا اللي هو الركيزة اللي هو البي، إن أنا الزاوية دي تصغر عن اللي هي إيه واحد لإيه واحد لاتنين، لا الحمل مش هيوافق بكده ومش هيرضى بكده. هو بيقول أنا حدودي، أنا حدودي حدودي من اتنين لواحد، ده بدايتي ونهايتي من واحد لايه، من واحد لاتنين، ده الرينج اللي هو بيتحرك فيه، ده الرينج اللي هو بيتحرك فيه، وممكن نهشر الرينج ده، يبقى ده المدى اللي هو بيتحرك فيه. طب افرض انا عندي مثلا مسألة و يعني هفترض عندي مسألتين، المسألة الأولانية كانت المسافات تسمح بان هو يروح كومبريشن وكومبريشن وبعدين تنشن ويخرج من البابين اللي تحت، يبقى هنا بي وهنا بي وهنا 2 بي، ويبقى عندي كومبريشن وتنشن موجود ايه، وتنشن موجود ايه تحت اللي هو الايه الحديد. تحس كده ان الشكل دوت قريب من الارش، يعني لو عندك ارش كده والارش بيبقى فيه هنا بيبقى فيه تاي، وعندك لود فوق سي حمل موزع، فالحمل بيمشي جوه الجسم عبارة عن كومبريشن وكومبريشن، وفي الاخر خالص بتحتاج انت يبقى فيه ايه تاي تحت. فتحس ان الايه، ان المسألة كأنها قرش. ففعلا بيقولوا على الكاميرا اللي بتتصرف بالشكل ده، بيقولوا ان التصرف ده بنسميه ايه، قرش، قرش اكشن، كأنه قرش يعني بيتصرف كأنه ايه قرش. طيب افترض بقى المسألة عندي كان الاسبان كبير جدا، بحيث ان اللود مش هيقدر بقى يمشي بيه بالقرش اكشن، يعني اللود ده لو جيت اقول له بقى ايه انزل بقى باتنين كومبريشن مايلين وواحد تنشن، يعني لو جيت اخد كده بالشكل ده هيلاقي الزاوية بتاعته ايه، الزاوية دي صغيرة جدا، فلو الزاوية صغيرة الفرص المايلة دي هتطلع كبيرة جدا يعني لا تطاق، هتكسر المبنى او المنشأ او الكاميرا. وانا في الحقيقة بلاقي الكاميرا سليمة ما اتكسرتش، يبقى ده معناها ان ده مش هيحصل، الحمل مش هيمشي كده. الحمل هيمشي ازاي؟ تعال نشوف. هنا طبعا زي ما قلت يعني لو انا عاوز بس ارسم بخط خفيف كده، لو الحمل هيمشي كده بالارش اكشن، فهلاقي ان الزاوية بين المايل وبين الافقي الزاوية دي صغيرة جدا، يعني لما تيجي بقى تحلل القوة يقوم يطلع لك الفورس في الممبر دوت اللي هي السي، هتطلع كبيرة جدا كبيرة جدا، يعني رقم ضخم جدا. طبعا لو جيت تصمم هتلاقي ان القطاع مش هيستحمل فينهار،
طيب هو ما انهارش، يبقى هو مش هيمشي كده. طب هو بيعمل ايه؟ اللود لما بيلاقي الزاويه بتاع الانتشار قلت عن الميل اللي هو، يعني انا قلت هو بحريته بيشتغل اتنين ايه لواحد ينزل بالميل ده، طيب لو الدنيا ضاقت عليه وما عادش قادر يبقى اخره ايه؟ اخره واحد لاتنين. طب بعد كده ما ينفعش، طب ما ينفعش يعمل ايه؟ يرجع بقى يبتدي من الاول، يقوم هو يجي بقى ايه يمشي كده، يمشي اتنين لواحد اتنين لواحد. وبعدين طبعا احنا بنبقى حاطين فيه هنا حديد تحت كده، ده بيبقى الحديد الايه اللي محطوط تحت. فهو خلينا نرسمها بلون تاني، هينزل كومبريشن كده، هينزل باتنين لواحد بقى، طالما المخرج بقى اللي هو المخرج ده بعيد عنه، ولو خرج منه هيعمل زاوية صغيرة والفورسز كبيرة وقصة كده مش نافعة. فهو لا، هيقول خلاص انا فري هتصرف براحتي، فيبدأ يتصرف ازاي؟ يبدأ بقى ينزل بالزاوية التقليدية اللي هي كام؟ اللي هي ايه؟ اتنين رأسي لواحد أفقي. طيب ما هو ما وصلش للمخرج، فطب هو هنا في مشكلة هنا، طب يضغط على السيخ، ده دي قوة ايه؟ ضغط، بتضغط على السيخ فعاوزة تدفع السيخ لتحت. ففي الحالة دي بقى بنركب الكنات، فالكنة تبقى بمثابة هانجر، الكنة يعني عاملة زي ايه؟ طاي، يقوم ياخد الفرس اللي هي الدياجونال المايلة اللي هي اسمها مثلا سي، ويقوم رافعها فوق بقوة اسمها ايه؟ تي. طيب هي اترفعت فوق لسه فين؟ عاوزة تخرج، فترجع ايه تنزل تاني بنفس الايه المنوال بقى، وبعدين برضو تحتاج طاي، تحتاج كانت ترفعها لفوق، تنشن يرفعها لفوق، لسه برضو ما خرجتش، ترجع ايه تنزل تاني برضو كومبريشن، محتاجة ايه طاي يرفعها لفوق، محتاجة كان في الاخر خالص هلاقي ايه قربت بقى من المخرج، فلقت المخرج قدامها فتقوم تخرج من المخرج. طبعا بيبقى عندي المنبر اللي تحت ده، لو قلنا بقى الشكل اللي فوق ده طبعا هيبقى تراس، وطبعا التراس ده بيكمل فوق بمنبر افقي كده. المنبر اللي تحت ده بنقول عليه لو تفتكروا في التراسز بنقول عليه البوتوم كورد، بوتوم كورد، والضلع اللي فوق ده الازرق ده بنقول عليه التوب كورد، وعندي بقى دياجونالز اللي هي الزرقاء اللي هي ايه كومبريشن، وعندي الاحمر اللي هو الرأس ده الفيرتيكال اللي هو ده هيبقى تنشن، والتنشن ده هيبقى الكنات، والاحمر اللي تحت ده هيبقى مين؟ هيبقى ايه الاي اس، الاي اس والاحمر هيبقى ايه الكنات. الموضوع ده بقى على بعضيه كاكشن بقى مختلف عن الارش اكشن اللي احنا قلناه من شويه، ده بقى بيسموه ايه؟ بيسموه البيم اكشن اللي هو تصرف البيمز العاديه بقى، بيبقى اسمه البيم اكشن. وساعات بيسموه التراس انالوجي، ان هو حاجه كده شبه الايه التراس، ان القوه اللي هي الكبيره اللي هي 2 بي عشان تخرج بي في الشمال وبي في اليمين، فخرجت من خلال ايه؟ من خلال حاجه شكل التراس فيها بوتوم وتوب ودياجونالز وفيرتيكال وكده. ما علينا عشان طبعا الوقت عدى وكده، عاوزين نقفل، هنرجع بقى تاني للمساله اللي كان فيها الحمل تحت، وكان البلاطه طبعا في الكروس سيكشن موجوده في البوتوم، فكان عندي مشكله ان البلاطه بتنقل حملها للكاميرا عند البوتوم، فالحمل ده لازم يبقى محتاج ايه حد يرفعه لفوق، محتاج هانجر يرفعه لفوق كده ويبقى يأثر فوق، ده اللي عملناه من شويه. فانا طبعا عشان الحل بيتكرر هقوم واخد 1 متر من المساله، اخد 1 متر واركز القوه اللي في ال1 متر، يعني اضرب الدبليو طبعا بالكيلو نيوتن على المتر، اضربها في 1 متر وركزها، يبقى هي ديت الايه الفورس المركزه، نسميها مثلا اف. الفورس اف دي محتاجه حد يرفعها لفوق، فمحتاجه ايه طاي او هانجر، الهانجر ده عباره عن تنشن هيرفعها لفوق، القوه بعد ما اترفعت لفوق اصبحت موجوده هنا، ترجع بقى تمشي بقى بالبيم اكشن، تمشي بالارش اكشن، فلو مشت بالارش اكشن يبقى هتمشي كده وبعدين تخرج، لو مشت بالبيم اكشن هتمشي زي الحاله اللي فوق ديت سيان. لكن انا احتجت لكل متر
محتاج كانات ترفع الحمل اللي في المتر ده من البوتوم للتوب. فالكنات هي اللي لونها ايه؟ احمر، هي اللي لونها احمر. والكنات دي بتبقى غير كنات الشير، يعني ملهاش دعوة بكنات الشير. الشير حاجة والهانجرز ديت حاجة تانية. فانا بحسب للمتر الواحد الفورس اف، يعني كل متر هحسب الاف بتساوي كام، وبعدين الاف ديت عبارة عن تنشن، يبقى اسويها باي اس في الاف ييلد على جاما ايه، على جاما اس. ففي الحالة ديت اقدر اجيب مين؟ اقدر اجيب الاي اس. الاي اس دي احولها بقى لايه؟ احولها لكنات، احولها لكنات. طبعا كل كنة هيبقى فيها كام فرع؟ هيبقى فيها فرعين، ده فرع وده فرع. وبعدين المتر هيبقى فيه كام كنة؟ يبقى فيه عدد ايه؟ عدد ان من الكنات. يعني احول الاي اس ديت الى عدد ان من الكنات، كنات فرعين. يعني لو احنا حابين نقول يعني الاي اس ديت على بعضها هتساوي اللي هي طالعه من الحسابات دي اللي احنا ممكن نقول عليها فيرتيكال، فيرتيكال عشان بس نميزها عن الاي اس الثانيه، بتساوي ان اللي هو عدد الكنات، عدد الكنات طبعا ده الكلام ده كله في واحد متر، يبقى الان اللي هو عدد، وبعدين نضرب الاثنين لان الكنب فرعين، يبقى ده ان واحد اللي هو عدد الفروع، وبعدين نقول باي في الفاي تربيع على كام؟ على 4. طبعا يبقى من هنا هفترض بقى انا عندي الان مجهوله، وانا افترضت عدد الفروع ب2 وعندي الفاي مجهوله، فكان عندي الان مجهول والان واحد مجهول بس انا افترضته ب2 وعندي الفاي برضو مجهول. فانا ممكن افترض الايه؟ افترض الفاي واجيب الايه؟ العدد، ويبقى دي كنات هتتحط في كل متر بالاضافه للكنات الايه؟ الاساسيه وكده. وطبعا يعني هنكتفي بالجزء دوت على اساس طبعا ان احنا عدينا كده الساعه، وان شاء الله نكمل المره اللي جايه في الجزء اللي هو بعد الجزء دوت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.